وإن كان عظيما جليلا كما قال الرسول في الذين يأتون يوم القيامة بأعمال بيضاء كأمثال جبال تهامة فينظر الله إليها فيجعلها هباء منثورا كالهباء الذي تراه في جو السماء في شعاعة الشمس كالهباء. وجبال تهامة عظيمة عظيمة شامخة ثقيلة جليلة، وإن جاء الأبعد بمثل هذا عملا صالحا من غير ما حقيقة عمل يقبل العمل بها عند الله رد عليه. قالوا يا رسول الله صفهم لنا، حلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم. قال إنهم لمنكم ومن جلدتكم يتلون كما تتلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. احذر أن تغيب هذه عنك فلتدر منك مع الدماء، ولتكن منك في الفكر كأنها جزء من العقل. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وانظر أين أنت وحدد لنفسك على سبيل الهدى والرشاد موضعها. فإن كنت ممن يخافون الله بالغيب فإذا خلوت بالمحارم لم تنتهكها مع عمل ظاهر وسمت صالح وأمر سوي فأبشر، وإلا فلا يلومن الأبعد إلا نفسه. نسأل الله العافية.